نروح لخبر تاني دلوقتي من داخل مصر ومن الاخبار المثيره ان نادي الزمالك اعلن انسحابه من المشاركه في مباراه السوبر اللي هتتلعب في الامارات. لكن على الرغم من انسحاب نادي الزمالك امبارح الصبح لعيبه الاهلي اتحركوا من مطار القاهره الدولي الى العاصمه الاماراتيه ابو ظبي واللي هينتظر فيها او اللي هينتظر فيها الفريق خوض مباراه كاس السوبر المصيريه يوم الجمعه المقبل 5 مايو. نادي الزمالك كان طلع بيان بين فيه الاعتذار عن مواجهه فريق النادي الاهلي وان القرار جه بالاجماع من قبل اعضاء مجلس الاداره والمستشار مرتضى منصور. وجه حته كده في البيان قال جاء ذلك بعد سلسله من القرارات المتعنته والمستمره من اتحاد كره القدم وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد وصولا الى ازمه محمود عبد المنعم كهربا، وهو امر غير مقبول تماما من مجلس اداره النادي، وبناء عليه تم اتخاذ قرار الاعتذار عن المشاركة في مباراة كأس السوبر. مرتضى منصور برضو طلع اتكلم عن عدم مشاركة فريق نادي الزمالك في مباراة السوبر المصري واللي اعلن فيها ان هم مش هيروحوا اصلا وان الفريق مش هيكون موجود في المباراة. وخلينا نسمع قال ايه. نقدر نقوله انه مجلس الادارة بالاجماع خد قرار بالاعتذار، مش بالانسحاب، بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر في الإمارات للأسباب الآتية. الموضوع زاد عن حده. هذا الاتحاد اللي خسر كل البطولات، الشباب والناشئين كله، وطلع ما دخلش كأس عالم وخسر إفريقيا، كله خسر. دخل معركة مع نادي الزمالك باينة قوي، مع إن جمال علام عامل نفسه زملكاوي، وحازم امام عامل نفسه زملكاوي، وبركات عامل نفسه زملكاوي. لا، الموضوع زاد، والموضوع مش من موضوع كهرباء، لا، الموضوع بدا لما ده كان جزء من كلام مرتضى منصور عن عدم مشاركه نادي الزمالك في مباراه السوبر المصري اللي هتقام في ابو ظبي يوم الجمعه القادم. طبعا الموضوع خد مساحه كبيره جدا من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي واراء مختلفه ومتباينه من الناس. بعضهم شايف انه مرتضى منصور عنده حق، وبعضهم شايفين انه لا، احنا ما ينفعش نعمل حاجه زي كده، وبعضهم مستغرب اصلا ايه دخل مرتضى منصور لغايه دلوقتي في نادي الزمالك. اول تعليق معانا من الكابتن احمد حسام ميدو اللي قال كل جمهور الزمالك ولاعبيه السابقين مع قرار مجلس اداره النادي بالاعتذار عن عدم خوض مباراة كأس السوبر المصري لأول مرة يتحد الجميع خلف قرار مجلس إدارة النادي، قرار كنت أتمناه، والحقيقة لجنة التظلمات بقرارها النهاردة سهلت القرار على مجلس إدارة النادي وخلوا كل الزملكاوية يتحدوا لأول مرة من فترة طويلة. حساب آخر كتب وقال عشان يطلع يقول لك سبب عزلي هو الاعتذار عن السوبر، وفي رواية بيحاول ان هو يضغط، هو شايف كده يعني، وفي رواية بيحاول ان هو يضغط على اتحاد الكورة لا تطردونا واحنا نلعب، ومن الاخر كلها مصالح شخصية بعيدا عن مصالح النادي والجمهور. وده رأي احد المشجعين لنادي الزمالك. محمد شكري برضو سخر وقال محدش عارف يا اولاد هنلاعب مين في كاس السوبر المصري، وواضح كده ان هو اهلاوي. محمود برضو قال المباراة تحسها كده بقى طعمها جميل، يعني مثلا بيراميدز ممكن ياخد كاس السوبر فيفضل طول العمر يتقال اول بطوله لبيراميدز كانت لما الزمالك انسحب، وبعد كده قال يو قصدي لما اعتذر. محمود ابراهيم علق برضه وقال الغريب ان وزاره الشباب والرياضه عزلت مرتضى منصور قبل كده من رئاسه نادي الزمالك، ودلوقتي بيعلن رسميا اعتذار النادي عن المشاركه في كاس السوبر امام الاهلي. طب بالنسبه للتذاكر اللي نفذت، طب الشركه الراعيه، انتوا يا جدعان شاربين حاجه؟ وهنا واضح ان هو مستغرب جدا من القرارات الغريبه اللي بتطلع. اخر تعليق معانا من محمد صديق اللي قال لما نشوف جمهور الزمالك بعد ما حجز التذاكر هيعمل ايه؟ هيروح الماتش ولا الجمهور كمان هينسحب ومش هيحضر مباراه؟ وبصراحه موقف محرج قوي بالنسبه للجماهير. طبعا في جدل واسع في الموضوع الانسحاب واسئله كتير بان مرتضى منصور اصلا المفروض ملوش اي صفه بعد عزله من رئاسه النادي، وازاي بيتحكم في قراراته، ودي مش المره الاولى اللي بينسحب فيها نادي الزمالك من مباراه قدام الاهلي، حصلت قبل كده كتير. وفي النهايه اتحاد الكره قرر ان نادي البيراميدز هو اللي هيشارك في مباراه السوبر المصري بديلا عن نادي الزمالك.